ينشر على محتوى براوز ستارز بعض اليوتيوبر يعرفون حمزة. حمزة عنده أكثر من 5 قنوات وأكثرها 5000 مشترك، لكن حمزة سحب على القناة أكثر من 3 شهور أو شهرين، وحاليا ما حد عرفه وفتح قناة جديدة. كل اللي أريده منكم أنه تشتركون بقناته وتكتبون من الطرف ماسر عراق، وما تنسون راح نسوي بث الساعة 10 كل يوم، أو مرات يصير عند الظروف الساعة 11 والساعة 12.